ماشي كتاكيت صف تاني، واحنا النهاردة هنكمل مع بعض كتاكيتي. زراعة البصل، هناخد مع بعض زراعة البصل ونكتب وازاي ناخد وازاي نكتب خطوات صناعة وصفة. هنفتح صفحة 95. يلا يا أستاذ عبد الرحمن، انت أستاذ ملوك. يلا جاهزين؟ جاهزين. ماشي. وانت يا مالك فاتح الصفحة ولا لسه؟ 95. ماشي، بيقول لي ايه بقى هنا؟ اكمل وشارك مع اسرتك خطوات زراعة البصل في الماء. اول حاجة يا شباب بنعمل ايه في البداية؟ هنعمل ايه؟ نحضر، اسمه ايه ده؟ في البداية نحضر ايه؟ إناء مثلا، نحضر إناء ونضع نقطة، بعد ذلك نضع بداخله ايه؟ هو بيضع ايه هنا؟ ماء. انتوا نايمين ليه؟ ما ثم نحضر بصلة ثم نحضر بصلة. تفتكروا بقى هو عامل ايه في البصلة هنا؟ مين عارف؟ بصوا كده على البصلة عامل فيها ايه. انت يا استاذ مالك ركز معايا هنا، بصوا هو ايه اللي طالع من البصلة دي. حد عارف؟ يا شباب ما تردوا شوية. في البداية نحضر إناء، بعد ذلك نضع بداخله ماء، ثم نحضر بصلة، ها، ونقوم بإيه؟ بإدخال أعواد خشبية. بس ملك شكله مش بيكتب. أنا مالك مش معايا أصلا، فين يا مالك الكتاب؟ أستاذ مالك اكتب. على فكرة هخلص وهنزل، هنزل على السؤال اللي بعديه. نحضر بصل ونقوم بإدخال أعواد بسرعة. خشبية. آخر حاجة بقى، الخطوة الأخيرة وأخيرا، نعمل إيه؟ ها، نضع البصلة في الإناء، نضع البصلة بداخل الإناء، ونتركها حتى تنبت. تنبت. هي باينة ولا لا؟ تنبت دي، تنبت.
كده ظبط. يلا يا شباب، خلاويص. الربط اهو. بس هي آخر كلمة ايه؟ حتى تنبت تنبت. مالك وانت داخل باتنين؟ ولا ده ملك؟ السلام عليكم. اه دي مودة. ازيك يا موسى؟ ماشي. نعم. هي اللي بعد هي اللي بعد كلمة ايه؟ مس خلصت، ما اللي روحش بعد المية كلمة جاي. ايه؟ ماشي. انهي كلمة؟ ما انا مش عارفة انت ما تالت قلتليش كلمة تالت كلمة. فين هذه؟ في انهي سطر؟ ورابع واحد آخر واحد. نضع البصلة بداخل. أيوة، بداخل هي اللي بعدها التاء ولا ال ايه؟ بداخل باء دال ألف قاء لام. الإناء. احنا في صفحة 95 يا مواد. يلا يا مودي. خلاويص ولا لسه؟ خلص. ماشي. خلصت يا ملك؟ يلا يا مودي. خلاويص يا ولاد. خلصت. ماشي. هلاويس يا أستاذة مودة. خلاص انا خلصت اول. ماشي. يا أستاذة مواد أنهيتي؟ بقى لي واحدة بس يا ميس. يلا يا شطور. ميس، انت تعرف الأسبوع الجاي عندنا امتحان عربي في المدرسة؟ انت مذاكر بقى صح ولا مش مذاكر؟ أكيد. ان شاء الله هتطمني تقولي عملت ايه يا مالك، قصدي يا ما ودة. نعم. يلا يا ماما، خلصتي ولا لسه؟ كتبتي اللي فوق ده ولا ولسه في اللي تحت؟ أنا في قبل الأخيرة. ماشي.
نخ آخر واحدة طيب ايه اللي خلصتي يا شباب على ما مودة؟ تربة خلصتي ولا لسه؟ تربة آخر واحدة يلا هنكتب أول حاجة تربة التربة. ماشي، هي مش المفترض، مش التربة المفترض انها تنبت، بس يس. ماشي عايزها التربة. ماشي نكتبها التربة. يلا هي نكتب ايه أول دي؟ حاجة. اكتب أول بزريتا لا مالك، اكتب أول واحدة التربة. خلصت يا مودي؟ مالك انت مالك سرحان يا حبيبي؟ مالك يا بابا؟ واحنا مش قاعدين يعني، انا مش عارفة في ايه. ايه يا حبيبي؟ حاسة ان انت قاعد يعني مستمتع، مش قاعدين في درس، مستمتع يعني مستمتع مدرسة؟ ايه؟ مستمتع؟ مستمتع بمشاهدتنا ولا ايه؟ يلا يا حبيبي اكتب اول واحدة. هتقول هنكتب ايه، التنبت ولا التربة؟ حابين نكتب ايه؟ ها تربط أحسن. التربة. أي ماشي اكتبوا التربة اول واحدة، التربة. يلا يا مواد تربة اكتبي ايه؟ اول واحدة. نعم هي فين التربة بكده؟ ما هي انت مش تعالى هبجي، شايف تعالى التربة هبجي. دي؟ مش ايه شايف التربة اللي طالع منها فرعة شجر جميلة قطقوطة زيك كده؟ هو امتح مش عارفة محل انت ايه ليه مش مثلا عاجبك بس؟ يعني يا استاذ مالك، اراك مش عاجبك اي حاجة يعني. لسه بس ممتنع في ايه؟ يلا يا استاذ مالك اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب يا قلبي، اكتب. واللي بعديه ده رز كفاية بطاطس ولا ايه ده؟ رز بطاطس. هو ده هنخليها ايه بقى؟ والمفترض ممكن ده كان نخليه تربة، دي مفترض انها ايه، تنبت. امال دي ايه بقى؟ ده فول، اكتبوا دي رقم 3 فول. دي سهل، فول دي سهل. وبعدين دي ازرو تروي، هنكتب يعني دي تروي. ازرو فول. يلا يا ولاد نكتب طب تروي. التانية التانية دي ايش؟ نعم، يا بعد الطلبة ايه؟ وز اكتب بس بطاطس. بطاطس. لا دي مش بطاطس، مش عارفة المقصود بيها ايه الصراحة. هو تنبت عايزنا نكتب ايه؟ تنبت تنبت. ايوه تنبت الطرب في ايه؟ قلت غلط. لا مش تنبت. تنبت تنبت بتغشي. بغش ايه؟ انا بشوف الدرس ان هيبقى فيها حاجة من الدرس، بس هي مش فيها اي حاجة من الدرس اصلا. سيبوها يبقى ده فاضية. مثل البطاطس. لا سيبوا التانية دي فاضية دلوقتي، هنبقى نشوفها كده ونبقى نحلها سوا. طب الرابعة الأولانية هي ايه مثلا؟ تربة. الرابعة تروي. لا الأولى التربة. تربة. أيوة الأولى بسرعة النت. بسرعة النت. تعمل ايه بقى؟ بس طلعت ما دخلتي.
انا جيت انا جيت، يلا لحد فين؟ يلا يا شباب، كتمنا اخر واحدة تسكي او تروي، تسكي او تروي. بس كي طب هي بالكف ولا بالكوف؟ تاس قي قا 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 قي أسقي. قي. خلصته، أنا خلصت أول. ماشي خلصنا يا مواد. انتي ومالك؟ خلصت اختبارات وانت لسه؟ بس يا حبيبي هيا كتاكيت. خلصت يا مسخ، خلصت الكتاب دوري. مالك المهم انهيت يا مالك؟ يا مالك نعم، انهيت ولا لسه؟ هاي يا حبيب بس انا خلصت دولة. خلصتي، برافو. بس اكتب وريني وريني وريني، انا ما شفت. برافو عليكي يا فاتورة. فين يا مالك اللي انت كتبته؟ وريني انت كتبتها تاسكي. ماشي شاطر. ماشي. نسمة في السبورة. ماشي نعم نعم هي آخر واحدة ايه؟ تسقي تروي. تلوي. ما هي تروي بمعنى تاسكي، فالاثنين واحد. خلصنا. خلصنا ولا لسه يا شباب؟ خلصنا ايه مس؟ مالك خلصت ولا لسه يا مالك؟ مالك خلص. وريني. يا ريت نقفل المايكات. أنا في مصر كيف حاجة؟ فوني بقى. تروي، برافو، مش شايفاها قوي ليه كده؟ ماشي ما في. ماشي يا مالك، مش واضحة بس بصورها لي. ماشي طيب، تعالوا يا شباب كده. نرجع تاني. هنجيب ماما دلوقتي كده خطوات. عندي واجب، اكتب على واجب. ما هي واجب وعكس. لا أنا عربية. ماما عندي لا ستة، هنجيب كرتة ونعمل بها عربية. بس ستة في نعمل بها عربية. مالك نعم مالك، ملك واجب. اديني الهوست. تعرف تديني الهوست؟ يا عيني يا عيني، ماشي اطلع من الحصة وادخل تاني. تعرف تدي. بص لا هتبص 3 نقط كده هتلاقي لا ميك اب في 3 نقط جنب اسمي. هتعرف؟ لا طب خليك معايا. لا ادفع ماشي من الحصة وادخل تاني. ممكن تجرب كده، اخرج وادخل تاني. تعرف تخرج وتدخل تاني بسرعة؟ نعم. مواد خدي بالك ان انتي